قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن مجلس النواب وافق أمس على قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيديكو بالإسكندرية لمتابعة سير العمل. وأكد الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر سبتمبر المقبل عقب الانتهاء منها وعرضها على لجنة الطاقة بمجلس النواب.